تخفيض الغرامات ومد فترة التصالح، مفاجآت جديدة سارة حول قانون مخالفات البناء. سادت المواطنون حالة من الجدل بسبب قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية. وتمثلت أبرز المطالب في مدة فترة التصالح علاوة على تخفيض الغرامات وإعفاء البعض. ومن المقرر أن تنتهي فترة التصالح في مخالفات البناء في 30 من سبتمبر المقبل، وقد أعطى قانون التصالح في بعض مخالفات البناء الحق لرئيس الوزراء بمد فترة التصالح 6 أشهر أخرى. ولتخفيف العبء على كاهل المواطنين، قدم عدد من أعضاء البرلمان عددا من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة مطالبين بمد قانون التصالح على بعض مخالفات البناء لمدة أخرى مماثلة، وذلك وفقا للمادة 3 من القانون على أنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد المدة المشار إليها لمدة مماثلة بالإضافة إلى خفض غرامات التصالح 60%. في البداية تقدم نائب محمد عبد الغني عضو مجلس النواب ببيان عاجل موجه لرئيس مجلس الوزراء طلب فيه بمد قانون التصالح على بعض مخالفات البناء لمدة أخرى مماثلة، وذلك وفقا للمادة 3 من القانون على أنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد المدة المشار إليها لمدة مماثلة. أوضح النائب محمد عبد الغني في البيان العاجل أن القانون أثناء تطبيقه واجهت الدولة والعالم كله جائحة كورونا التي أعاقت لفترة من الوقت عمل المصالح الحكومية لفترات زمنية، مما أثر على قيام المواطنين بتقديم طلبات التصالح. أضاف: هذا إلى جانب معاناة المواطنين وضرورة تنفيذ القانون وأهمية مساعدة المواطنين في الدخول تحت مظلة القانون وتيسيرا عليهم. وطلب عضو مجلس النواب بضرورة اتخاذ رئيس مجلس الوزراء قرارا بمد قانون التصالح لمدة مماثلة إعمالا للمادة 3 من القانون المشار إليها، مؤكدا على ضرورة سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة والإفادة بالرد. وعلى خطى النائب السابق، قدمت ميرفت الشرقاوي عضو الشؤون الصحية بمجلس النواب طلب إحاطة للدكتور علي عبد العال لتوجيهه لرئيس الحكومة بشأن تخفيض قيمة مصالحات البناء في محافظة المنيا. وأكدت الشرقاوي على ضرورة تخفيض قيمة التصالحات في البناء 60% إضافة إلى التوقيت، لافتة إلى أن تطبيق القانون في هذا الوقت يضيف أعباء جديدة على كاهل المواطنين. وأشارت عضو مجلس النواب إلى ضرورة أن تكون تطبق قيمة الغرامة على صاحب العقار فقط، وفي حالة عدم وجود صاحب العقار تطبيق على مالك الوحدة وليس على الاثنين كما جاء في القانون. يجب أن يتضمن التعديل النص على أنه يجوز لمجلس الوزراء لأسباب يقدرها تخفيض الرسوم أو الإعفاء منها لبعض الفئات وفي بعض مناطق الجمهورية، هكذا قال النائب بسام فليفل أحد مقدمي التعديلات. وأشار إلى أنه لا يمكن توحيد السعر لكل المناطق مثل بعضها لأن الأمر يختلف من منطقة لأخرى، مشددا على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي لأن هناك مواطنين بسطاء لا يستطيعون دفع المبالغ المقدرة في تسعير متر الأرض، وهناك مواطنون ظروفهم المادية صعبة وبنوا منازل منذ سنوات وعقود طويلة على أراضي أملاك الدولة، ولا بد من مساعدتهم للحفاظ على استقرار أوضاع أسرهم. وتابع فليفل: في الوقت الذي نحرص جميعا على حقوق الدولة وأن تسترد جميع مستحقاتها، وعلى أن تدخل لخزينة الدولة من هذا الملف موارد مالية كبيرة، والأمر بالفعل يحتاج لفتح مدة جديدة لتلقي طلبات تقنين الأوضاع من المواطنين الجادين فقط على أن يتم التعامل بحسم مع أي تعديات جديدة على أراضي وأملاك الدولة. وشدد رئيس الوزراء على إصرار الدولة على استيفاء حقها وتسوية أوضاع المخالفات التي تمت على مدار السنوات الماضية طبقا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، مشيدا بالإقبال الذي تشهده حتى الآن إجراءات تلقي طلبات التصالح وسداد مبلغ جدية الحجز، داعيا المواطنين إلى التعاون وعدم التردد في السعي نحو تسوية أوضاعهم وأداء حق الدولة الذي لن تتهاون فيه. وأوضح اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن المواطنين الراغبين في التصالح تقدموا بنحو 600,000 طلب، وبلغ إجمالي المتحصلات حتى الآن 1.5 مليار جنيه، منها حوالي نحو 1.1 مليار جنيه رسوم سداد مبلغ جدية التصالح الذي تبلغ نسبته 25% من إجمالي قيمة المخالفة.